فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات من حيث الجملة، كلما كان كذلك كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. نعم، كل ما كان الدين متمكنا من قلب المؤمن وأعماله وأقواله فإنه بذلك يبتعد عن هدي المخالفين لهذا الدين من اليهود والنصارى وغيرهم، وإنما ينشأ التشبه بالكفار من ضعف الدين وضعف الإدراك. والشيخ رحمه الله يقول إنه يعني بالإسلام الإسلام الصحيح. نعم. القائم على الكتاب والسنة في القول والعمل والاعتقاد، فإن هذا هو الذي يجر، فإن هذا هو الذي يدعو إلى التباعد عن أخلاق الكفار والمنافقين أصحاب الجحيم وأصحاب الجحيم وأهل الضلال، لأن صاحبه يكون على بصيرة، يعرف الحق والباطل فيأخذ الحق ويترك الباطل. وأما من يتسمى بالإسلام ولم يحقق هذه النسبة في عقيدته أو في أخلاقه وسلوكه، فإنه يرى أن التشبه بهؤلاء من الكمال، ويرى أنه هو الأحسن، لأنه يرى ما بأيديهم من زهرة الدنيا، فيظن أنهم إنما حصلوا على هذا بسبب مذهبهم وما هم عليه، وينسى أن الله جل وعلا يملي لهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأنه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأنه لو كانت الدنيا تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، فهو يغتر بهذا لضعف إيمانه، وهذا إسلامه ضعيف، أو ليس عنده إلا اسم الإسلام وليس عنده حقيقة. فهذا يدل على أن التشبه بالكفار إنما مبعثه من ضعف الإيمان أو من فقد الإيمان والاكتفاء بمجرد التسمي. أما من كان مؤمنا حقا ومسلما حقا فإنه يكون بعيدا عن هؤلاء، لأنهم أهل ضلال وأهل كفر، والله جل وعلا أمرنا بالبعد عنهم وعن أخلاقهم والاعتزاز بديننا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه،